بعد الكليب في الشارع احسن حاجه او احلى حاجه حصلت معاك ايه؟ ان الناس مبسوطه مني. يعني انت لسه، انا عايز اعرف بس مواقف كده حصلت انت نفسك ما بقتش مصدقها. ان استاذ احمد حلمي يعمل على الفودي بتاعي، واستاذ احمد سعد، استاذ محمد سعد، واستاذ ايه يا باشا، مصر كلها بتجري وراه، احنا مش عارفين ننزل من هنا يا اخويا. غصب عني انا افهمك الحب، مش انا بنسى، انا بنسى. استاذ احمد حلمي اخويا الكبير، احب اقول لك شيماء جعجع. يعني الحمد لله اتفضل. الفكره بتاعتنا الحمد لله. قول لي بقى موضوع احمد حلمي ده. استاذ احمد حلمي انا مبسوط جدا، انا فرحان جدا. ده انا اصلا يعني متابعك من جدا، انا عاطف اللي كنت معاكم في المدرسه. انا بقى سوسة اللي بتشرف بحضرتك. ومين بس؟ قلت لي محمد سعد كمان، استاذ محمد سعد الليمبي، استاذ محمد سعد، استاذ محمد سعد اخوك الكبير اللي على دماغي برضو. انا مش مصدق يعني وفرحان جدا. واستاذ رندا البحيري، في ناس كتير قوي، والفنان اساف، في ناس كتير جدا يعني، وانا مش ناسي اسامي بس غصب عنه والله، عشان انا اصلا مش معايا حاجتي اقسم بالله والله. فانا بشكر اي حد اتفرج على الفيديو حتى لو بيسف عليه او شاف ان هو موضوع لذيذ، بشكر اي حد الحمد لله. جاي ما جا جا ما جا 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 جاي جاي ما جا جا شيماء في الشارع والحواري ماشي، انا مش داري من حبي فيكي بالليل، بقيت اقول مواويل. شيماء شيماء جا 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 والله يا بتيجي كده انا جا جا. ده الفن بقى، فاهم؟ بنقفش لحن وبنغير لحن وكده. انا حاسس ان اي حد بيستبح الصبح هيشغلها. ما هنعمل ايه طيب؟ ده الموضوع فرط من ايدي. الموضوع بقى والله فرط من ايدي. طب الناس اللي بتستبح بتمسي عليها هنعمل؟ ده اللي بيستبح واللي ماشي في الشارع واللي راح السوق واللي وراح التوحيد والنور دي خير بيتخلص. انت من الاخر نزلت كده، في حد رش عليك اي مصلحه كده واجب معاك؟ والله مطعم مش شرط رش عليك الرشه يا لا 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 لا, لا والله احنا مش مستنيين من حد الكلام. بس هو انت نجم دلوقتي، لا لا بتخش مثلا مطعم ننزل محلنا واكل عيشنا وبنمشي الدنيا برضه. لا لا اللي هو احنا بنقعد في اي مكان، في اي مكان بنقعد فيه بنقعد بفلوسنا، بنقعد بكرامتنا، واحنا يعني نفس النفس عندنا نفس اللي هو الواحد نفسيته عزيز عليه، فاحنا كلنا ما الكلام ده ما يشغلناش ومش مستنيين حاجه من حد. النهارده كسوشيال ميديا بقى انا اخش اعمل اعلان لمطعم او اخش اتصور مع حمو بيكا بيعمل كده، وكل الناس النهارده بتعمل اللقطه دي. تمام خلاص، انا بقى لي اسم فاخش المطعم اعد القرشين واعمل له دعايه وشكرا. تمام هتعمل ده؟ لا يعني ما تقطعش برزقه، بس انت اطلع منها. ليه رزق ايه اكتر من كده؟ لا ماشي، بس ده جزء مش على فكره. نجوم كبار جدا، ياسمين صبري لما بتلبس عقد، ياسمين صبري تلبس عقد بفلوس او فين المخ للشركه بتاخد فلوس. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. مش هو مخ انت اللي فيه الخير يا مخ في ايه ده؟ انا حطيت لك اكس. المخ بتاعنا عايزك اكس يا مخ. انا لسه واخد دش يا مخ. هتعمل دي ولا لا؟ لو جالك حاجه بفلوس دعايه لو يعني اكيد، لو اي شغل اي شغل يعني اي شغل اكيد طبعا، اي شغل اي شغل انا عنيا، اي شغل اي اكل ايه. انا قلت لحضرتك انا عايز اكل عيش حضرتك فاهم القصه والكلام، فهنعمل ايه؟ حته ان شاء الله احنا ماشيين عليها ان شاء الله، هتبقى شامله دعايه، شامله اعلان، شامله كل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده ان شاء الله يعني.